كان الكاتب والمحلل السياسي أستاذ صديق. الذكرى الثانية للثورة، ولكن الشعب لم يخرج محتفلا ولكنه خرج غاضبا اليوم. الشارع السوداني غاضب في الذكرى الثانية للثورة. نعم، طبيعة أخي الكريم، لأن الـ 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 الثورة ليست تغيير سلطة بسلطة أخرى، إنما الثورة الحقيقية أن تعود السلطة إلى الشعب، أن تصبح السلطة وكيل للمجتمع وليست حاكمة للمجتمع. عندنا في العالم العربي ورثنا نظام سياسي من المستعمر، المستعمر أسسه على أساس خدمة مصالحه وعلى أساس أن تبقى طبقة نخبوية صفوية منعزلة عن الشارع عن المجتمع تخدم مصالح المستعمر في إبقاء مواردنا الطبيعية تحت استخدامه الدائم. الذي حدث في العام الماضي في أغسطس من العام 2019 كان عبارة عن استبدال سلطة بسلطة أخرى. مجموعة من النخبة السياسية كانت تحكم وضاق بها الشعب ذرعا وخرج عليها وأسقطها، وأتت مجموعة أخرى ادعت بلا تفويض من أحد وبدون إجراءات حتى للاتفاق على ما هي وظيفة السلطة أصلا ومن هم الذين يمكن أن يمثلوا المجتمع في هذه السلطة ووفق أي معايير، بل لم نحدد حتى لم نجلس لنحدد حتى ما هو مدى السلطة السياسي ومداها الخدمي كخدمة مدنية لكل المجتمع. لذلك أنفقت الحكومة العام الماضي كله في محاولة لتعويض، وهذا شهدناه في ثوراتنا الماضية في 64 وفي 85. الأحزاب المعارضة تأتي إلى السلطة لتعويض نفسها عن سنوات النضال أو هكذا تدعي. في الحقيقة هي لم تكن تناضل، كل القوى السياسية في السودان شاركت في كل العهود العسكرية لأنها هي نفسها لا تمثل إلا جزء يسير جدا من المجتمع، وحينما تسقط حكوماتها تدعي أن الحكومات الديمقراطية التي سقطت، وفي الحقيقة الحكومات التي تسقط لا تمثل الديمقراطية في شيء، لأن الديمقراطية ليست مجرد انتخاب شخص، وإنما الديمقراطية تبدأ في الأول بتعريف السلطة التي ينتخب لها هذا الشخص، ما هي حدودها، ما هي وظيفتها. نحدد هذا جميعا ثم بعد ذلك نتنافس على مواقعها، من يتولاها وفق المانديت، وفق التفويض الذي يمنحه المجتمع. لذلك العام الماضي شهدنا فشلا ذريعا واضطرت حكومة السلطة الثورة كما تسمي نفسها أن تحل نفسها منذ أشهر تقريبا. نحن بلا حكومة، هي وزارات مكلفة من قبل رئيس وزراء، هو نفسه لا أحد يدري من الذي أتى به إلى هذا الموقع. لذلك شهدنا هذا الفشل في كل الأصعدة، ونشطت كما ذكرت أنت في المقدمة الطويلة نسبيا أن نشطت القوى الإقليمية والدولية في التدخل في السودان بصورة سافرة وفرض أجنداتها التي تتفق مع مصالحها، وهذا ليس غريبا. هذه القوى الإقليمية والدولية ليست منظمات طوعية أو منظمات إغاثة أو منظمات اجتماعية، هي مؤسسات سياسية ترعى مصالحها في المنطقة، فإذا وجدت منطقة خالية من الإرادة السياسية تتدخل فيها، وهذا طيب وضع طبيعي. أستاذ صديق، أيضا أنت تحدثت الآن وجود منطقة خالية تتدخل، يعني هناك منطقة رخوة في السودان سمحت بأن يتم تمرير اتفاق التطبيع هكذا، وحتى كان متوقع أن يكون ردة فعل الشارع السوداني أكبر وأقوى، ولكن هذا لم نلحظه. طبعا أخي الكريم، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، إذا كان هناك منخفض جوي في الـ يعني حينما نشاهد يعني قراءات
الأحوال الجوية، حينما يقال بأن هنالك منطقة منخفض جوي، هذا يعني أن الرياح ستهب عليها من كل الاتجاهات، وأن المناخ فيها سيتغير. السودان أصبح منخفضا سياسيا، يمكن أن نسميه منخفض إرادة سياسية، نسبة لأن الثورة حينما قامت كان الجميع بما فيهم جزء من سلطة الإنقاذ السابقة يتفقون بأن الأوضاع في السودان إلى تغيير، وتحتاج إلى أن يمضي الناس إلى تغيير السياسات والحكومات والأشخاص. لكن حينما تم التغيير هذا وحدث ووقع، تفاجأنا فجأة بمجموعة محدودة من القوى السياسية تدعي أنها هي التي تمثل أو تحتكر تمثيل الثورة. هذا بالضرورة أحدث انقسام في المجتمع المدني وفي الإرادة السياسية، لأنك حينما تعزل مجموعات أخرى حددهم، قالوا الذين شاركوا في النظام السابق، ما هي معايير المشاركة؟ هنالك أشخاص وجماعات وتيارات حاربت النظام السابق، حاربت السلطة السابقة، ودخلت معها في اتفاقات مشهودة بمنظمات دولية في اتحاد أفريقيا وفي غير اتفاقات سلام كما يحدث الآن. هل تعتبر هذه الكيانات مشاركة مع السلطة السابقة أم لا؟ هنالك أشخاص اشتركوا في السلطة السابقة لكن أداؤهم يشهد على نزاهتهم، على إنجازهم وعلى مهنيتهم. فما هي المعايير التي يتم بها عزل الناس؟ لم يتوقف هؤلاء السياسيون كثيرا، بل كان الهدف الأساسي من رفع هذا القميص هو أن يستولوا على السلطة. ولكن الآن هذا السياسي كيان، الكيان السياسي كيان ضعيف، فالغلبة أصبحت للمكون العسكري. الآن هم يدعون أن المكون العسكري تغول، ليس الأمر كذلك، لأن المكون العسكري موجود أصلا، فأنت عزلت المكون المدني في السلطة، فمن الذي سيبقى؟ سيبقى هو المكون العسكري، هذا المكون العسكري طيب موجود. أستاذ صديق، ملاحظة مهمة جدا، أنا فقط أستسمحك حتى أذكر السادة المشاهدين بأن الأرقام التي تظهر الآن على الشاشة للاتصال الهاتفي أيضا لمن يريد أن يتدخل معنا عبر سكايب، هناك العنوان، أما الواتس هو فقط للرسائل، الواتس فقط للرسائل، ورقم الهاتف يظهر أمامكم تباعا على شاشة. أعود لك أستاذ صديق، تحدثنا عن المكون العسكري، الآن سؤال يطرح نفسه وبتعجب كبير جدا، كيف يمكن للشعب السوداني ولكل فاعل سياسي مدني سوداني أن يطمئن للعسكر بعد أن حكم هذا العسكر لعقود في مصر في السودان، ثم أيضا بعد أن شاهد المتظاهر مجزرة القيادة العامة بعينيه وشاهد الدم السوداني يسيل أمام القيادة العامة للجيش؟ هل في تقديرك هذا شيء من السذاجة؟ البعض يرى بأن هذه الثورة لم تكن ناضجة، حتى أن أحدهم يعني والعديد يندم على أنه نزل للشارع لإسقاط نظام عمر البشير. نعم، هذا أمر طبيعي، لأن القوى السياسية أوصلت الناس إلى هذا المستوى من الإحباط. التغيير قطعا، أي تغيير في الحياة ليس سلبيا، وإنما يصبح سلبيا حينما تعجز عن يعني احتبال الفرصة أو انتهاز الفرصة التي يمنحها لك التغيير لإحداث تغيير حقيقي في حياة الناس. القوى السياسية التي ادعت أنها تمثل الثورة، الجميع يعلم أنها أولا ليس لها بعد اجتماعي في المجتمع، ليس لها كيانات وتكوينات ديمقراطية حقيقية تستطيع أن تعكس آمال وطموحات الشعب في الحكومة المركزية. لذلك الناس وصلوا إلى هذه الدرجة من الإحباط ويلومون العسكر. أنا لا أرى أن العسكر ملام، لأن المجلس العسكري لم يذهب إلى المدنيين، المدنيين هم الذين أتوا إلى المجلس العسكري. هذه خطيرة منك أستاذ صديق، يعني أنا لا تلوم العسكر، يعني أنا لا ألوم أحد. إذا أنت ذهبت إلى شخص في بيته وأعلنت عجزك عن إدارة منزلك وأتى ليعينك على إدارة منزلك، فكيف يلام؟ يعني عفوا سيد صديق، هذا ليس منزلك، هذا منزل كل السودانيين،
هنا نتحدث عن دولة، نتحدث عن وطن، نتحدث عن شعب. يعني نلوم العسكر ونلوم يعني. هل خرج العسكر من سكناتهم إلى السلطة واستولوا عليها بالدبابات؟ لم يحدث. ما شاهدناه أن المدنيين هم الذين ذهبوا إلى العسكر. هو بعد ذلك هو العسكر، العسكر كان مستولي على السلطة منذ عقود، ليس في حاجة أن يخرج من سكناته. السلطة كانت في سكناته وأنت أدرى. ليس صحيحا، السلطة كانت مشاركة ما بين مكون مدني هو المؤتمر الوطني والمؤسسة العسكرية. الذي حدث أن الثورة قامت على الجميع. كان ينبغي الوضع الطبيعي أن يجلس الناس جميعهم ليتفقوا على رؤية لإدارة المرحلة الانتقالية وفق معايير معقولة، لكن بعض المكون المدني انقسم وراح يفاوض المكون العسكري. فماذا تسمي ذلك؟ هو أعاد السلطة التي عادت إلى الشعب، أعادها إلى العسكر من 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 جديد. العسكر لم يكونوا ليجرؤوا إذا جلس الناس على الطاولة جميعا والمكون المدني متوحد والرؤية بين الناس واضحة جدا، لم يكن المكون العسكري ليجرؤ على ادعاء أنه يمتلك السلطة، لأنه لا يمتلك السلطة أصلا وليس له الحق، ولم يكن في يوم من الأيام يحكم. كان الذي يحكم جنرال اسمه عمر البشير ينتمي إلى مجموعة سياسية هي التي كانت تحكم. الجيش كقيادة لم يخرج أصلا. طيب الآن هذا الجيش، هذه القيادة وهذا الجيش ذهبوا إلى خطوة اعتبرت غير سودانية بامتياز، لا سقف وطني ولا حاضنة شعبية، اتفاق التطبيع مع إسرائيل. في تقديرك أستاذ صديق، هذه الخطوة هل هي تعبر عن خيار لقيادات داخل الجيش، أم لا يمكن الحديث عن هذه القيادات معزولة عن وجدان أو عن حس عام أو وعي عام لدى الجيش، وأن في آخر الأمر الإهام بأن الجيش السوداني جيش وطني كانت كذبة وفزعة لأكثر وأقل؟ يا أخي الكريم، الناس ينسون أن البطل حرب أكتوبر أقتيل في يوم أكتوبر من قبل جيشه حينما ذهب إلى الكيان الصهيوني مصالحا. ولذلك الآن الناس ذاكرتهم ضعيفة، ينسون يعني كلما بدأ يعني ظهر عسكريا وتدخل الفرصة توالت عليه الضغوط من الخارج فاستجاب ويعني طمعوه بشيء من السلطة وبشيء من الجاه فيستجيب للضغوط. وإسرائيل تحتاج إلى وريقة، الكيان الصهيوني يحتاج إلى وريقة، هم يعرفون أنهم لا يستطيعون. طبعت مصر منذ كام ديفيد، هل طبع المجتمع المدني، هل طبع المجتمع المصري مع إسرائيل؟ كلا، لا يستطيع. لذلك عبد الفتاح البرهان نفسه يعلم أنه هو لا يمثل الجيش في هذه الخطوة ولا يمثل الإرادة السياسية، يمثل قطاع نخبوي ضعيف ومحدود جدا صفوي موجود على قشرة يعني الحياة السياسية في السودان. وهؤلاء لا هم لهم، هؤلاء مبتورون منبتون عن المجتمع السوداني، لا يعرفونه حتى. كيف تقوم ثورة من أجل الحرية والسلام على كل متطبع مع كيان هو رمز القهر والظلم؟ سيبقى دائما أستاذ صديق الشعب السوداني وفيا لمبادئه، وفيا لسودانيته.